المساله ديال الخصوصيه ولا المشرع واحد الاهتمام كبير في الاونه الاخيره. كدستور المغربي في الفصل 24 تحدث لنا على هذه المساله هذه، ولكن بالنسبه للمجتمع ديالنا باقي ما واعيش بخطوره المساس بهذا الحق في الخصوصيه. الى جانب ذلك في المجتمع ديالنا باقي تيقول انه غير يتعرض لمساله انتهاك الحق في الخصوصيه ديريكتومون كيمشي عند وكيل الملك، في حين انه في الدول الاخرى بغض النظر على انك واش دير شكايه يمكن لك انك دير مطالب مدنيه مع الشكايه، ولكن في مقابل ذلك يمكن لك انك تمشي تمارس الدعوه العاديه ودير دعوه التعويض. هذا الشيء باقي ما واعيش به بنادم، كيقول لك انا الهدف ديالي بنادم انه يتربى ويمشي للحبس وهذا الشيء. اذا خطوره الحق في الخصوصيه كتعرض العديد من الانتهاكات في الاونه الاخيره، خص بنادم يعاد هذه المساله. كاينين مجموعه من الحقوق متفرعه على هذه الحقوق، الحق في الخصوصيه، الحق في الصوره، الحق في الاسم، الحق في السكن، ومجموعه من الحقوق خص بنادم يعا بها ويعرفها وينمي المجال الثقافي ديالو حولها. الخصوصيه في المغرب عندها ارتباط بالجغرافيه، الجغرافيه ديال المناطق والجغرافيه القبليه ديال المناطق. مثلا الا قلنا فاس وكازا الخصوصيه تتنقص شويه، ملي تمشي لرباط الخصوصيه التامه، تتمشي لطنجة وتطوان تقريبا تاهي فيها الخصوصيه. هذه جات حتى من واحد الخلفيه تاريخيه وخلفيه ديال مناطق واش حربيه ولا ماشي حربيه ولا هذا. مراكش مثلا زيرو خصوصيه كلشي تسلم عليه كلشي هذا. الصحراء حاله خاصه، الصحراء حاله خاصه لان فيها واحد المعايير قبليه صعيب باش تعرف الخصوصيه ديالهم ولا هذا، وكل واحد والثقافه. دونك هذه عندهم معيار ثقافي جغرافي. هو المجتمع المغربي ديالنا ما كيحترمش الخصوصيه ديال بنادم، وانا هادشي كيبان ليا غادي مع فهمتي من زعما من التربيه وفهمتي واحد كيبقى يتانسبير من الاخر حتى هادشي ولا عندنا عادي. وانا في النظر ديالي ان في المغرب خاص كل واحد يحترم الخصوصيه ديالو باش المغرب يتطور، حيت حدنا حنا كنبقاو نشوفوا الخصوصيه ديال بنادم ما كنشوفوش حنا داكشي ديالنا، وفهمتي كنبقاو بحال كنقولوا محدودين، ما كنديفلوبوش راسنا. مثلا حنا بدا بنادم كنشوف غير من لبسو كتقول لي هاد اللعيبه انت بحال دابا داكشي انت ما عجباتكش، حتى الاخر خصها تكون مع عجبات فهمتي. السبرديله بحال دابا السبرديله كيشوف شي واحد مع السبرديله خايبه كيقول لك كيقولوا لك فاس حيت هو ما عجباش واخا انت عاجبك. حنا هنا في المغرب ما عندناش احترام الخصوصيه، باقي بزاف حنا باقي بزاف باش نوصلوا لاوروبا وباش نوصلوا باش نحترموا الغير وباش نحترموا بعضياتنا. كل واحد تيقول راسي راسي، وكل واحد عندنا الانانيه بزاف، وما عندناش مازال ما وصلناش باش نوصلوا للاحترام ديال الغير.